مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. ما زال الحديث متواصلا عن المصالحة الوطنية وبصحبة الأستاذ الدكتور علي محمد الصلبي. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بك. احنا تكلمنا يعني في تاريخ تواصلك للغرض من الوصول إلى نقطة البداية في موضوع المصالحة الوطنية، وتحدثت رجوعك للبلد، وقفنا في الحلقة الماضية أول اتصال بينك وبين صالح عبد السلام اللي هو المدير التنفيذي لمؤسسة القذافي الخيرية وحقوق الإنسان. هذا الاتصال كان له ما بعد من نتائج كبيرة ومثمرة. أترك لك المجال دكتور. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم آوينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وآوينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والطف بنا بما جرت به المقادير. آمين. يا أرحم الراحمين. طبعا هو قرار الرجوع في حد ذاته قرار مصالحة يعني أصلا. صحيح. وقبول النظام لرجوع أحد المواطنين اللي يعتبروه هو منحاز للسنوسية ومنحاز للملك إدريس، ولأن الكتاب هذا كان مشكلة يعني أنك أنت النظام بقى 40 عام ونسف للسنوسية عملاء العهد البائد، ويجي واحد يكتب يقول لا لا، إدريس السنوسي راه شخصية وطنية وراه زعيم وطني وراه قائد سياسي وراه اجتهاداته صحيحة في وقتها، وراه اختار هو الحلفاء ضد الألمان وضد الأتراك، والأتراك ما كانتش دولة عثمانية، كانت اتحاد وترقي في تلك الفترة وكانوا منحرفين، وكان يعني كلام شوية ضد التيار العام السائد هذه. فكون انهم يقبلوا بالرجوع وانا نقبل، انا اعتبرها في حد ذاتها هذه مصالحه يعني تخفيف حتى من الحده الاولى اللي كانت. وهم طبعا هم مستوعبين ان بعدين بعض الكثير من المسؤولين قالوا رجوعك جعل الاجهزه الامنيه تراجع حساباتها في ملفات واجده فيما يتعلق بالمعارضين في الخارج، وكنت سبب في تسهيل كثير مئات اذا ما كانش الوف في الرجوع. نتحدث عنها وهذا جزء من المصالحه اصلا. جزء من المصالحه نعم. يعني ناتي عن طيب. الحديث. المهم طيب. الاخ صالح عبد السلام هو طبعا صديق شخصي الان. نعم. انا نعتبره الى هذه اللحظه نعم. صديق وتابع. نحن حيوم البرنامج هذا صديقنا ايه. حتى بعد مشيت لمصر والتقيت مع الاخ احمد قداف الدم وعلي الاحول، جلسنا ودرنا وثيقه المبادئ واللي رجعنا بها وصارت عليها ضجه. فكان هو رتب حتى لقاء مع الشيوخ ترهونة، الشيخ عمار حبيبة، ومشيت من ترهونة صار عبد السلام من ترهونة، مشيت وجمعوا كل شيوخ ترهونة، كان عن طريقه هو يعني هذا الاجتماع فيما يتعلق بالمصالحة العامة يعني. بعدين التقينا مع شيوخ من بني وليد. طيب هذه خلونا نحن نتكلم عليها، خلينا في مسارنا الحديث عن أول نقطة تبني النظام للمصالحة، و يعني اقترح وطلب منك انك تدخل في موضوع المصالحه. بدات من التواصل مع صالح عبد السلام. هو لا، هو التواصل مع عبد الله السنوسي. عبد الله السنوسي، وعبد الله هو اللي ربطني بالدكتور سيف. تمام. والدكتور سيف قلنا احنا، قال لي ما تسافرش نشوفك. المدير التنفيذي لمكتب السيف المؤسس القذافي كان صالح عبد السلام في تلك الفتره. في تلك الفتره فتواصل معايا وقناه الاتصال اتصال انا فلان الفلاني من قبل سيف. هذاك الوقت بزل ما نقش الفتره هذيك رساله الدكتوراه نتاعه. نعم. اليوم مر علي وذهبت انا وياه وعبد الرزاق في باب العزيزيه يعني. ودخلنا يعني بوابات حقيقه، كل ما نشوف فلان الفلاني تفتح البوابه تفتح البوابه نلقينا واحد وجدنا انفسنا امام مكتب الدكتور سيف داخل باب العزيزيه في تلك الفتره. وعبد الرزاق ما دخلش حقيقه، قعد برا، ودخلت انا وصالح عبد السلام، بقينا حوالي 3 ساعات. كان الحوار فكري ثقافي، سالني على موضوع الحدود والقصاص، وقال لي يعني السارق والسارقه قطع الايدي الان يعني الدنيا تغيرت، ممكن يكون في اجتهاد وممكن. وانا رديت ان الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهذه احكام الله هي النافعه للبشر. وان السجون اثبتت ان اللي يتعرفون السراق على بعضهم وتزداد يعني الجريمة اكثر. وبينت ان موضوع الحدود اصلا يطبق بعد ما يكون تنحل مشكله البطاله وتنحل مشكله الجوع، ويكون البنيه الاقتصاديه نتاع الدوله يعني كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب في عام الرمادة، ولهاك شروطها ولها هي. والشريعة ليست محصورة في الحدود فقط يعني. لكن الشبهات هذه كانت موجودة يعني نقاش ربما نقاش هو نقاش على القصاص أيضا،
موضوع القصاص، أيضا موضوع السنة، جاء الحديث أن كيف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نعرف أن هذا الكلام انتهى صح ولا غلط ولا كذا. وقلت له احنا في جامعة طرابلس، جامعة الفاتح اسمها ذيك الوقت، قلت له في جامعة الفاتح يدرسوا في قسم الفلسفة أفلاطون وسقراط، قال أفلاطون وقال سقراط من 4000 و3000 سنة، والناس تتعامل معها صحيح كحقائق يعني صحيح بدون أسانيد بدون أسانيد. والرسول صلى الله عليه وسلم عاش 23 سنة، وثبت أنه كان يحكي وكان يتكلم، وثبت أنه له محبين يحفظوا في كلامه، وثبت أن اللي ينقلون القرآن الكريم هم اللي ينقلون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن في علم اسمه علم الجرح والتعديل، وهذا اختصت به الأمة الإسلامية، وكيف البخاري كيف خرج، وكيف مسلم كيف خرج، وكيف أبو داود كيف خرج، الكتب انتعت السنة، وكيف هذا علم الجرح والتعديل فيما يتعلق بالحديث الصحيح والضعيف. دكتور تصور هو كان يسأل فيك يعني يريد يعرف أو يريد يقرأ الشيخ عليك؟ والله أعلم، أنا اللي نحكي في النقاش. لكن أنت تجيب على حسب السؤال. النوايا هذه عند الله سبحانه وتعالى، مش نقعوا كيف في كثير من الناس صحيح يدخلوا في نوايا الناس صحيح. نحكي شو اللي حدث نحن نحن لنا الظاهر، الباطن هذا عند الله سبحانه وتعالى أكيد. اليوم هو وقلت له احنا أي، وقلت له عقلا أن أي حديث يتعارض مع القرآن الكريم يعني مستحيل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الله وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وبالتالي قال لحنا القرآن لا، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. قلت له ما أتوا الصلاة كيف نعرفها؟ وأقيموا الصلاة، السنة هي التي بيّنت 5 أوقات و3 ركعات والركعتين والأربع والفجر وكلام من هذا، والزكاة والصيام، وحديث طويل في هذا الموضوع، وفيما يتعلق بالسنة، فيما يتعلق بالقصاص، فيما يتعلق، كان حوار فكري ثقافي، سأل على بعض المفكرين المشهورين في على أركون على غيره، على صارت نقاشات من هذا النوع. بعد أثناء الحديث هو كان طبعا في الجلسة هذيك واخذ راحتي يعني ماشي أي سؤال جاوب فيه بقناعتي يعني. وقلت له في فرق كبير أنك تجي للحكم الشرعي وترفض رفض تام وتقول هذا ما يصلحش وهذا يبدو تعطيله، فأنت هناك حاربت الله وحاربت رسوله. كون إن حكم الشرعي تقر به، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كون تقر بالحكم الشرعي بعدين كيفية تطبيقه، خاضع لشروط، خاضع لتهيئة الظروف، وجود علماء، وجود مؤسسات بنية تحتية من القضاة، من الفقهاء، من هذه قضية ثانية. كان نقاش القرار به غير العمل به. المهم كان هكذا النقاش، والكلام صالح إبراهيم صالح عبد السلام كان حاضر الكلام هذا ويحسن الاستماع. في أثناء الحديث قال أنا والله كنت في اليمن، قال لي وزرت اليمن، وكان عندهم تجربة أنا عجبتني، أن هي أن الدولة اليمنية فتحت حوار مع الجماعات المتطرفة والجهادية، وأعطاني اسم واحد اسمه الهتافي، الشيخ الهتافي كان ذاك الوقت أظني كان وزير الأوقاف، يحيى الهتاف كان وزير الأوقاف، كان وزير الأوقاف معروف، وأنه اللي قاد الحوار وقاد الكذا، وأنا بندي لجنة ونبي نفتح حوار مع التنظيمات الجهادية. هذه أول فتحة الباب أيوه، بيفتح حوار بيفتح مع التنظيمات الجهادية والمقاتلة في داخل السجن السجون، شنو استعدادك أنت للدخول وتكون من ضمن هذه اللجنة؟ طبعا الفترة الأولى كان رئيس اللجنة صالح عبد السلام يعني في الفترة الأولى، بعدين فترة متقدمة أبعد صالح عبد السلام أو انشغل أو من يعني كله بأشياء أخرى يعني ممكن. أي بالضبط، لكن هو كان هو المسؤول في تلك في البداية. قلت له أنا ما عنديش مانع، وطلب مني أني نمشي ونلتقي مع الشيخ الهتافي اللي هو وزير الأوقاف في اليمن. وبعدين بالفعل أنا مشيت أنا وإبراهيم عبد السلام اللي وزير الأوقاف الليبي، مشينا غادي والتقينا به وفهمنا من التجربة، والتقينا بالشيخ عبد المجيد الزنداني والشيخ القاضي العمراني ومجموعة من علماء اليمن هذيك الوقت، والشيخ ياسين عبد العزيز، علماء اليمن من خلال السفارة الليبية في اليمن يعني. نجوها الحديث هذا. المهم قلت له أنا عندي شرط واحد في هذا الموضوع، أني ما نخشش على ناس رافضين أن يكون من ضمن لجنة الحوار، إذا وافقوا الإخوة قيادة المقاتلة أنا من حيث المبدأ موافق، لكن إذا كان عندهم رفض وعدم قبول لشخصية علي الصلابي
لا تسمح لي لا نفسي ولا اخلاقي. ليش طرحت السؤال هذا دكتور؟ لانك انت خاش في طلب. هو هذا اولا انك انت تعرفهم يعني. اولا اول حاجه نقطه، انا وسيط وسيط ومانيش موظف، ومن طبعي ما نحبش نفرض نفسي على الناس يعني. الناس رفضتك خلاص، هذا من حقهم يعني، يبحثوا عن شخص اخر. صحيح. يعني لعله باب دخل الله لشخص اخر، وباب الخير واجده يعني. اذا لتحقيق الغرض هو رضا الطرفين لابد، ولا شنو قيمتها يعني؟ صحيح. انت تبقى انت مفروض على الناس ومفروض طيب. على كذا حتى اخلاقيا يعني. كيف كان رده؟ قال ما فيش مانع. قال ما فيش مانع. قلت له فهو قلت له ممكن نشوفهم قبل ما نسافر. فقال لي خلاص يرتب صالح ابراهيم عبد السلام اللقاء. بالفعل بهم صالح كلمني قال لي بكره فيه موعد مع قاده الجماعه الليبيه المقاتله. بالفعل كان الامن الداخلي السيد تهامي خالد انتدب صلاح المشري العقيد او العميده صلاح العقيد بعدين عميد قال اي انتدب العقيد صلاح المشري، والامن الخارجي موسى كوسا انتدب محمد الكيلاني عميد كان هذاك الوقت. الله يرحمه توفى وتوفى. ونحن جينا وين؟ في الامن الخارجي. كان الامن الخارجي كان معزولين يعني، كان هذاك الوقت عبد الحكيم بالحاج معزول، وكان سامي السعدي في زنزانات معزولين يعني، قاعدين في الامن الخارجي ما همش في السجن، مش في ابو سليم. ومعزولين عن الناس يعني، لهم فتره طويله معزولين مش عارفين شنو اللي صاير في الخارج اصلا يعني. يعني حتى لما انا جيت والتقيت بهم هم كانوا ظنوا ان تم اعتقالي، والان دخلت معهم من ضمن اصحابهم في السجن يعني، كان انعزال تام كامل. وجابوا من ابو سليم، جابوا الشيخ عبد الوهاب قايد ومفتاح الله يرحمه توفى الدوادي توفى. وبعدين التحق مصفق نفيد فيما بعد التحق. المهم صار التقينا وكذا. التقيتوا في الامن الخارجي؟ في الامن الخارجي. طيب هذا نكمله بعد الفاصل ونستمر في الحديث عن لقائك بالجماعه الاسلاميه وقادتها في مقرها في امن الخارجي ان شاء الله تعالى. مرحبا بك دكتور. اهلا وسهلا. احنا قبل الفاصل وصلنا لنقطة لقائك بهؤلاء المعتقلين في الجماعة الإسلامية المقاتلة في الأمن الخارجي. اي. وبعضهم جابوه من الأمن الداخلي. كيف كان هذا اللقاء والنتائج اللي كنت تتوقعها يعني؟ هو اللقاء الأول كان مع الجماعة اللي في الأمن الخارجي. بعدين تم لقاء آخر موسع اللي جابوا فيه عبد الوهاب قايد، وجابوا فيه مفتاح الدوادي ومصفى قنيفيدو. هذا كان بعدين يعني. نعم. طبعا كان الاول قلت لك انا كان هم يظنوا ان معزولين على العالم، شو اللي صاير وش اللي كذا، وانعزال تام كامل. خصوصا ظنوا حتى انت معتقل، حتى وانا جاي معاهم جايبين حتى من برا. نعم. وكان هذيك الوقت ما عندهمش شو اللي صاير من بعض الاصلاحات ودور مؤسسه القذافي في الاتيان بالليبيين اللي كانوا في افغانستان، وبعض العوائل العربية اللي جابوها إلى ليبيا، وبعض الأنشطة اللي قامت بها الدولة في تلك الفترة فيما يتعلق بنهج المصالحة أو السلام أو في تلك الفترة يعني. نعم. فحدثتهم أنا، قلت لهم حدث وصار 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 وصار. كيف كان اللقاء دكتور؟ والله كان جانب عاطفي طبعا، كنا نعرفهم أنا من قبل. وكنت لما كنت طالب في السودان في الدراسات العليا فكنت نلتقي بهم يعني، في الماجستير والدكتوراه من السودان يعني. في السودان هذيك الوقت كان في علاقه، في علاقه تواصل يعني بيننا وبينهم في تلك الفتره، وكان مختلفين احنا في الاراء وفي المنهج وفي طريقه العمل. الخلاف قائم لكن في احترام. طبيعي هذا يعني، كان في احترام يعني. نعم. المهم حدثتهم قلت لهم في عرض من الدكتور سيف، وحدثتهم على العرض بتاع الدكتور سيف انه يدخل في حوار. طبعا هذيك الوقت كانت الجماعه الاسلاميه في مصر قطعت اشواط يعني مع النظام في مصر، وبدوا حتى الناس يخرجوا من السجن في تلك الفتره، وبدات بعض ادبياتهم تخرج وكتابات وشيء من. وطبيعي طبعا انعكاس الامن المصري على الامن الليبي، لان هو توجه دوله في ليبيا كان يعني، ما كانش ممكن ان هذا التوجه يكون يقوده شخص مثلا علي والله سيف
والله صالح عبد السلام خارج قادة الأجهزة الأمنية والرأس العام القائد النظام اللي هو القذافي في تلك الفترة. هذه من البديهيات يعني، من الطبيعي يعني، حاجات مسلمة يعني هذه أصلا يعني. وطبعا لكن تاريخيا من اللي عرض الفكرة ومن اللي خرج بشقودها مش أنا، أنا اللي عرض علي هو الدكتور سيف هو اللي عرض، لكن هو توجه فكرة لكن توجه لكن النظام ما كانش ممكن دكتور سيف يدخل في موضوع مثل قناعة النظام بضرورة المرحلة، بضرورة المرحلة وبتأثر بالأنظمة القائمة بالنظام المصري باليمني والمتغيرات الدولية والعربية لها أيضا تداعياتها، أجعل الله لكل شيء قدر ورحمة الله باش يخرج ناس من السجون فيجعل مفاتيح ويجعل أسباب ويجعل كذا ويجعل، لأن ما كانش متوقع أن الكم الهائل يخرج. واللي قبل خروج السجناء اللي هي الحركة العجيبة اللي صارت في رجوع الناس من برا يعني بالألوف وصلت يعني. سمتها مؤسسة القذافي لحقوق الإنسان أمواج الحرية الفترة من عام 2000 بدأت أيه يعني بدأت الرجوع واشتد أكثر رجوع الناس والكميات كم أصبح الأعداد كبيرة جدا وخفت حتى وطأة الشد على السجناء في السجون وفي السجون يأتي يعني حديثها إن شاء الله. كيف كانت لما عرضت عليهم كيف لما أنا عرضت عليهم قلت لهم أنا نقول الموضوع الدكتور سيف يقول ويقول ويقول وأنا يعني قيدت موافقتي بموافقة القيادة الجماعة الليبية المقاتلة وهذا حقكم وتستطيعون تختاروا من تريدون يعني وتستطيعون أن ترفضوا وأنا منطلق من قول الله تعالى نذكر الآية هذه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح حين بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي أجرا عظيما. وأنا مدرك أيضا أن الناس في الخارج ليبيا وفي داخلها حيقولوا أن الأجهزة الأمنية استخدمت الشيخ علي أو اشتغل معهم أو اشتغل معهم أو وظف سيف والله وظفت المخابرات وهذا كل ما يعني لي شيء إذا نحن وصلنا وتحققنا تنفيذ كرب من الكروب على الناس في أمهات تنتظر في زوجات تنتظر في أولاد في 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 وأنا القصة هذه عايشها يعني عايش من 81 لل 88 داخل السجن ومعاناة السجن عايشها يعني بالتالي أثارها النفسية وأثارها الاجتماعية وأثارها الأخلاقية وهذه كلها عايشة الجو هذا ولعل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من ضمن الأسباب اللي يفرج الله بها على عبادة والوصول إلى سلم اجتماعي والوصول إلى مرحلة جديدة من الصلح ومن هذيك الوقت بدأت فكرة مشروع ليبيا الغد ومشروع ليبيا الغد هذيك فيها جانب المصالحة وفيها جانب دستوري فيها جانب اقتصادي فيها جانب تعددي فيها جانب في تلك الفترة فكان أنا هذيك الوقت داخل في موضوع الحوار اللي في داخل. كيف كانت ردة فعلهم؟ ردة الفعل بالعكس هم قالوا إن وإذا نذكر الآية أردوا عليها وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. يا سلام. ونحن مدام ورسال علي الصلابي لنا بالنسبة لنا نحن نراها جدية في هذا الموضوع مصداقية في الموضوع وفي مصداقية ونحن من طرفنا موافقين في هذا الموضوع. ما كانت في تعنت أو مقاومة ورفض؟ لا في البدايات بداية كما نقول كيف نحط العرب على السكة بزاليا طبعا في خيوط أخرى في تواصل من جهات تانية موجودة بعدين اطلعت عليها يعني في يجي الحديث عنها تمام. إن شاء الله بإذن الله تعالى. جميل. بدأت الموضوع الترتيب عند من؟ عند صالح عبد السلام هو اللي يرتب واللي الموضوع هذا بعض الناس كانوا مشينا احنا لليمن واستمعنا للتجربة اليمنية وبعدها جيت كان التهامي خالد رئيس الجهاز الأمن الداخلي ما كانش مع الحوار كان متعنت فيه عمل الأجهزة الأمنية من قسمه وكيف والله يشوف أنا يعني هو الحوار كان مع الناس اللي داخل السجن والحوار كان مع قادة الأجهزة الأمنية في داخل الدولة الليبية كان هذا أخذ جزء من الحوار حوار ليقنعهم بأهمية الفكرة يعني. خاصة اللي ضد الفكرة ضد اللي فكرة لأن فيها دماء بين الطرفين وفيه تعذيب وفيه مسؤوليات وفيه تخوف خايفين من مآلات والنتائج فاليوم التهامي كان عنده مقترح من 3 صفحات موجود عندي إلى اليوم في كوثيقة تاريخية موجودة عندي وحط أسس للحوار وأنا اعتبرت الأسس اللي إن أنتم نقطة في بحر أنتم مش عارف إيش كنا أنا اعتبرتها استفزازية فاعتذرت فهو ضغط واحد قاعد في السجن واحد مسك الدولة أيه
فأنا قال لي تمشي على هذه الأسس وهذه القواعد وهذه كذا. قلت له أنا ما نستطيعش، أنا جاي للصلح وجاي واسطة بين الدولة وبين الناس اللي في السجن، ومش حندير إلا القناعات اللي أنا مؤمن بها. فأنا لفضت الأوراق كنا موجودة، ممكن تطلع في كتاب في المستقبل كوثيقة. وبعدها قلت أنا للدكتور سيف، قلت له وقلت لعبد الله السنوسي، قلت له أنا ماني جاي نستفز في الناس، جاي وسيط نقرب وجهات النظر بين المعتقلين وبين قادة الدولة. ولست موظف عندكم. وفي النهاية يقولوا للناس حسنا، يقولوا عبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. هو زعل هو التهامي من هذا الموضوع، لكن طبعا ضغط عبد الله السنوسي وضغط الدكتور سيف قالوا باي شنو وجهة نظرك. فأنا كتبت ورقة من 11 صفحة وعرضت على ناس وجدين موجودة، موجودة وثيقة في قواعد وأسس الحوار، كيف الحوار يكون وكيف منطلقاتها كيف تكون وكيف الأهداف من هذا الحوار كيف يكون، ووسعت دائرة النقاش فيه. عطيت الأخ عبد الرزاق العرادي وإسماعيل القريتلي، الأخ سليمان عبد القادر، عماد البناني، الإخوة الوجدين يعني من الناس اللي كانوا حولنا ذلك الوقت لوجهة نظرهم وإثراء هذه الورقة. بعد أنا قدمتها، حتى الدكتور عقيل علق عليها وقال هذه يعني ورقة محكمة وفيها عقول مش عقل واحد. الدكتور عقيل. الدكتور عقيل حسين عقيل. محكمة. أعطيتها للدكتور سيف، قال لي يعني عند القائد، أنا أرسلتها للقائد للنقاش وبالنسبة لي أنا ممتازة. أعطيناها للسجناء نفس العملية وردوا بالإيجاب، فأصبحت الورقة في الانطلاق للحوار. يعني أنت لا نفهم منك شاورت كل الأطياف. شاورت ناس واجدة. يعني أنا حتى في المنطلقات متاعي كانت دائما نراجع في الشيخ الصادق يعني والشيخ حمزة في داخل ليبيا، وفي الخارج الشيخ محمد حسن الددو والشيخ سلمان العودة والشيخ يوسف القرضاوي. هل الخط هذا خط شرعي، خط صحيح، والخطأ وين كذا وين؟ فكان هذا مهم جدا. فكان كل الخطوات الشيخ الصادق كان موقفه سلبي من النظام، ما فيش يوم من الايام كان مع النظام الشيخ الصادق. حتى اللي يقولوا انه كان في ليبيا الغد هذا اكاذيب واباطيل وافتراءات وما هو صحيح نهائيا اصلا، وحتى النظام يدرك هذه الحقيقه. لا هو صح، انا كنت في ليبيا الغد، انا مانيش نكره، وما زلت نتكلم عليها بعدين، وما زلت في ليبيا الغد بمعنى دوله الدستور والمصالحه والتعدديه هذا ما زلت فيه، الدوله المدنيه، القيم اللي اجتمعنا عليها مجموعه من الناس في زاهي المغربي، الدكتوره امال سليمان محمود، يوسف الصوان، مشروع دكتور. تغيير لليبيا اصلاحي وما كانش. طيب نحن باش ما نسبقوش الاحداث يا دكتور، نحن نبي نتسلسلوا من موضوع المصالحه توا، كان انا وصلت الى نقطه مضيئه الان، ان النظام كان في تعنته وجبروته امن بفكره المصالحه، وجاب علي الصلابي ودخل على ناس حدث بينه وبينهم صدام، هذه معناها نوع من اعطى نوع من المروله والنظر للمستقبل يكون واعد وافضل للناس. الان لما التهامي خالد اعطاك النقاط الثلاث وبعدين ثلاث صفحات نوع من الاستفزاز، قلت انت كنت للسجناء مش لي السجناء. للسجناء طيب، وانت اعطيت مقترحك وافقوا عليه. وافقوا عليك، تم ارضيه في الانطلاق. طبعا هذه تعتبر اول تجربه لك انت في حياتك موضوع المصالحه بهذا الحجم على مستوى دوله. أول تجربة هي الان حطينا القطار على السكه، كيف بديت معهم اول لقاء؟ طبعا بعدين توسع تم اللقاء مع السجناء بعدد اكبر، يعني هذا جو كلهم القاده هذيك الوقت ما كانش عندهم معرفه على اللي صاير في اليمن وش اللي صاير في مصر، وجبت لهم انا الادبيات الاجهزه الامنيه، لا اللي في السجن، لا الاجهزه الامنيه، الاجهزه الامنيه هم انا في وجهه نظري تاثرهم باللي صار في مصر وش اللي صار في اليمن. تمام. وحتى الدكتور سيف قال لي انا كنت في اليمن واطلعت على التجربه اليمنيه ونرى نبي نفتحها، حاجه ملحه وحاجه ملحه والظروف الاقليميه والمحليه والدوليه وكما قلت انت يعني. تمام. وقدر الله قد جعل الله لكل شيء قدرا، قبل وبعد، من قبل ومن بعد. اي والله. طيب تمام. اول لقاء بالسجناء، اول لقاء في السجناء جبت انا مسلمو، جبت الكتيبات الصغيره تاع الجماعه الاسلاميه ودخلتها لهم هذيك. طيب هذا اول لقاء بالسجناء، نحن مهم النقطه هذه نبدا بها الحلقه القادمه، لقاء عملي يعني لقاء الحوار عملي، نقاش الحوار. خرج من دائره التنظير
وضع إطار ورؤية إلى نزول للميدان مع السجناء وبداية الحوار. نكملها إن شاء الله الحلقة القادمة. مشاهدينا الكرام، حتى ألتقيكم في حلقة القادمة بإذن الله تعالى. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.